تكلمنا في المقاطع السابقة عن لقاح فايزر، أسترازينيكا وسينوفارم، واليوم سوف نتكلم عن اللقاح الروسي سبوتنيك 5 أو سبوتنيك V، والذي يعتبر حسب الكثيرين من أفضل اللقاحات لمحاربة فيروس كورونا. ما هي مكونات هذا اللقاح وما هي آلية عمله؟ لقاح سبوتنيك V عبارة عن لقاحين مختلفين تحت مسمى واحد، أو بمعنى آخر مكونات الجرعة الأولى تكون مختلفة عن الجرعة الثانية، وهو أمر غير مسبوق في لقاحات كورونا الأخرى، ولهذا السبب أطلق عليه لقاح الكوكتيل. لكن هذا الاختلاف لا يأتي من عبث أو من فراغ، حيث وصلت فعالية هذا اللقاح حسب تقدير العلماء إلى 80% للجرعة الأولى و 91.5 للجرعة الثانية، بالإضافة إلى أنه فعال جدا ضد المتحورات المختلفة للفيروس والتي ظهرت مؤخرا، وهالأمر يجعله من أفضل اللقاحات الموجودة حاليا لمحاربة الكورونا. لكن ما الذي يجعل هذا اللقاح مميز جدا؟ لقاح سبوتنيك V يعتمد على تقنية النقل الفيروسي باستخدام الفيروسات الغدانية أدينو فيروس فيرال فيكتور، أي بمعنى آخر يقومون بإحضار فيروس يصاب فيه الإنسان ويسبب له الإنفلونزا أو الحرارة والحمى، ثم يقومون بوضع جزء من الحمض النووي الخاص بفيروس كورونا داخل هذا الفيروس، وتحديدا الجزء المسؤول عن إنتاج الشوكة المحيطية بفيروس كورونا سبايك بروتين، ثم يتم إدخال هذا الفيروس على شكل لقاح إلى جسم الإنسان، والأعراض الجانبية للقاح سوف تكون نفس الأعراض الجانبية للفيروس الناقل، أي بمعنى آخر نحن لا نأخذ فيروس كورونا نفسه ونحقنه في الجسم كلقاح سينوفارم الصيني، بل نأخذ فيروس عادي يصاب فيه الإنسان ومعتاد عليه كالإنفلونزا، ثم نستخدمه كوسيلة نقل. ضف إلى هذا الأمر بأن هذا الفيروس يتم إضعافه وشبه تعطيله، وبالتالي تكون أعراضه ضعيفة أو شبه معدومة، وهذا للوصول إلى أعلى درجة من الأمان وأقل درجة من المخاطرة، وبالتالي يصبح الهدف الرئيسي من هذا اللقاح إيصال الحمض النووي الخاص بإنتاج بروتينات الشوكة من فيروس كورونا إلى الخلية لكي تبدأ بإنتاجها. وكما قلنا في مقاطع سابقة، شوكة فيروس كورونا ليس لها أي خطورة على جسم الإنسان، ووظيفتها هي مساعدة الفيروس على الالتصاق بالخلايا، والهدف من إدخالها للجسم هو إعطاء الجهاز المناعي فرصة للتعرف عليها وحفظها وإنتاج أجسام مضادة ومناعية ضدها، وبالتالي في حال أصابك فيروس كورونا الأصلي جهازك المناعي لن يتفاجأ به وسوف يكون مستعدا لمواجهته والتخلص منه، وهذا هو الهدف من جميع لقاحات كورونا. لكن الغريب في لقاح سبوتنيك هو اختلاف الجرعة الأولى عن الجرعة الثانية، فهل هذا الموضوع آمن؟ قبل ما نجاوب على هالسؤال تعالوا نحكي عن مكونات كل جرعة من هاي الجرعات. أول جرعة سوف تتلقاها من لقاح سبوتنيك V سوف تحتوي على Recombinant Adenovirus 26S، والجرعة الثانية سوف تحتوي على Recombinant Adenovirus 5S، وهذه الرموز تشير إلى نوع النواقل الفيروسية المستخدمة في كل جرعة، وكما نلاحظ فهي مختلفة عن بعضها. طيب لماذا هذا الاختلاف؟ تعتبر هذه أهم نقطة في مقطع اليوم وأكثر ما يميز لقاح سبوتنيك V عن غيره من اللقاحات. فلنفترض أننا استخدمنا ناقل فيروسي معين في الجرعة الأولى وأدخلناه إلى الجسم وحققنا استجابة مناعية وكمية من الأجسام المضادة والمناعية، وبعد 8 أسابيع أي عند الجرعة الثانية استخدمنا نفس الناقل الفيروسي وأدخلناه إلى الجسم، فإننا لن نحصل على نفس الاستجابة المناعية كما في الجرعة الأولى، وفي أغلب الأحيان لن يتم إنتاج الكثير من الأجسام المضادة والمناعية لأنها قد تكونت في الجرعة الأولى، أي بمعنى آخر لا يوجد دافع جديد للمناعة لإنتاج المزيد من الأجسام المضادة، وهذا إذا لم يتم تدمير اللقاح نهائيا من المناعة قبل أن يقوم بمهمته. لماذا؟ لأنه قد تم إنتاج أجسام مضادة خصيصا لهذا اللقاح في الجرعة الأولى، وبالتالي سوف تهاجمه وتتخلص منه وفائدته سوف تكون صفر. لكن إذا استخدمنا فيروس جديد في الجرعة الثانية يختلف تماما عن الذي تم استخدامه في الجرعة الأولى لنقل اللقاح، فسوف تتكون استجابة مناعية جديدة، وبالتالي سوف يتم إنتاج أجسام مضادة ومناعية جديدة، وبالتالي ارتفاع فعالية اللقاح في الجرعة الثانية، وهو بالضبط ما حصل في لقاح سبوتنيك V بالمقارنة مع لقاح أسترازينيكا الذي يستخدم ناقل فيروسي من نوع واحد في الجرعتين، ولهذا نلاحظ بأن فعاليته لا تزيد عن 70%. ولكن هل اختلاف الجرعتين خطير على جسم الإنسان وله أعراض جانبية معينة؟ لحد الآن لم يتم تسجيل أي حالة تشير إلى خطر اختلاف الجرعات، بل العكس تماما، وكما ناقشنا قبل قليل هذا الاختلاف أدى إلى زيادة الفاعلية، وهو ما يؤدي إلى الاستنتاج أو السؤال التالي: هل التنويع بين اللقاحات هو الحل القادم للقضاء على فيروس كورونا؟ تحدثنا كيف أن لقاح سبوتنيك V أظهر نتائج ممتازة جدا بسبب هذا الاختلاف، لكن أظهرت دراسة ألمانية أخرى أن مزيج فايزر وأسترازينيكا بالإضافة إلى جرعة مضاعفة من فايزر أي جرعة ثالثة
تفوق في الأداء على جرعة مزدوجة من أسترازينيكا، والأشخاص الذين خضعوا للنوعين الأولين من التطعيمات لديهم أجسام مضادة ومناعية ضد فيروس كورونا أكثر بعشر مرات من المجموعة الأخيرة، وهو ما يجب دراسته وتجربته بشكل أوسع وأكبر للوصول إلى الإجابة الكاملة، وهالموضوع رح نخليه على جنب لحين ظهور المزيد من المعلومات. نرجع للقاح سبوتنيك في لنناقش سريعا بعض المعلومات العامة حوله. إذن كما قلنا فإنه يؤخذ على جرعتين بينهما 21 يوم، ويجب قبل التطعيم فحص درجة الحرارة للشخص، ويستخدم بحذر مع الذين يعانون من أمراض الكبد والرئة والذين تعرضوا للسكتات الدماغية وغيرها. الأعراض الجانبية بتشمل الصداع، التهاب مكان الإبرة، ارتفاع درجة الحرارة والغثيان. يمنع مؤقتا من تلقي التطعيم للمصابين بالزكام، مرضى الجهاز الهضمي لحين استقرار أحوالهم، ويمنع نهائيا أخذ لقاح سبوتنيك في لمن لديه حساسية من مكوناته، ويتم الإشراف الطبي لمدة 30 دقيقة بعد أخذ اللقاح. هذه الأمور أغلبها بروتوكولات إجبارية يجب إدراجها، مع العلم بأن لقاح سبوتنيك في يستبعد تشكيله أي خطورة على المصابين بالحساسية. وبالنهاية وبهالأوقات الصعبة نتمنى الصحة والسلامة لكم جميعا. ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى ما يفوتكم أي مواضيع بتخص صحتكم، ونشوفكم بفيديو جديد.